رح نروح لطلابنا نشوف أجواء استعداداتهم كيف لمرحلة التتويج مع زميلة أريج فرزلي الموجودة حاليا بدار الأسد للثقافة والفنون. يسعد صباحك أريج، وكيف الأجواء مع الطلاب يلي عم يستعدوا للتتويج؟ يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. وصباحنا غير اليوم، صباح متميز ومليء بالإبداع والتميز العلمي. اليوم صباح كله نشاط وأيضا فيه تألق وتتويج. اليوم الطلاب الأولمبياد يلي خضعوا لعدة مراحل وتحضيرات ودراسة أكاديمية بكل مجالاتها واختصاصاتها العلمية. اليوم حفل التتويج رح يبدأ من بعد ما كان في مسيرة علمية متألقة من فندق الشيراتون لدار الأوبرا. هالطلاب يلي هن بإبداعهم هن صناع العقول ورح يبنوا مستقبل سوريا المتجدد. رح نشوف اليوم كيف أجواء الاحتفال وكيف التحضيرات. نحن حاليا متواجدين بدار الأوبرا لننقل كيف التحضيرات لحفل الختام. أو بالبداية رح نرحب بالأستاذ مالك حمود المدير والمنسق الإعلامي بالأولمبياد العلمي السوري. يسعد صباحك. يسعد صباحكم ونورت بوجودكم. يعني صباح دايما سوريا بانتصار أبنائها وانتصار جيش العربي السوري. اليوم الانتصار انتصارين علمي وتفوق للطلاب. خبرنا كيف كان التحضيرات لهالمرحلة وأيضا للمسيرة يلي انطلقت قبل شوي. التحضيرات مسبقة كتير، شغل كتير، جهد كبير، ولكن جهد متعب وممتع مع هالشباب الحلوين، لأنه هن المستقبل سوريا، وما في أحلى من واحد بيتلمس المستقبل وبيساهم بصنعه. شغل كان على أكثر من خط، شغل هو استضافة طلاب من كل محافظات سوريا، 412 شاب وشابة، كلهم استضافة كاملة على مدى 3 أيام. الشغل الثاني كان هو الاختبارات العلمية يلي على مدى جولتين صباحية ومسائية. الشغل الثالث يلي هو كانت المسيرة الكرنفالية اللي شفتوها الصبح يلي انطلقت من مقر إقامتهم بشيراتون لدار الأوبرا مرورا مساحة الأموين، وكانت رسالة كبيرة للعالم أنه هي سوريا، هي سوريا بأكبر ساحاتها، بيمروا مستقبل سوريا، نبض سوريا، حياة سوريا. هنين هالشباب الحلوين القادمين بفكرهم بعلمهم متفوقين متألقين. المحطة الأخيرة يلي هي هون بدار الأوبرا حاليا، الإعلان بعد قليل رح يكون الإعلان ضمن هالحفل اللي فيه فقرات حلوة وممتعة، والكل قاعد متلهف ومتشوق ليشوف شو حيصير بعد شوي. صباح الخير. شكرا كثير لك استاذ مالك. كمان معي غدير شعبان. غدير هو يلي رح يكون له حكايه من الاولمبياد العلمي السوري، هو نتاج الاولمبياد العلمي السوري وهلا وصل للبرامج الاكاديميه بالتميز والابداع. يسعد صباحك. يعطيك العافيه. اليوم لك حكايه رح تقدمها ضمن الحفل، خبرنا عنها. تمام. هو هذا اليوم كثير مميز بالنسبه لي، من 7 سنين لحد هلا هذا يوم الحفل هو للحفل بس السنه هي حبيت احكي حكايتي لطلاب الصف العاشر حتى يستفادوا منها، حتى كانوا مسيره التميز اللي نحن بلشنا فيها، وان شاء الله بيكون المستقبل حلو كثير لانه سوريا بتستاهل اكثر واكثر. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا رب. كمان يعني عدت طلاب اليوم رح يتوجوا، رح يتم اختيار 3 الاوائل اليوم يلي رح يتوجوا بالمراحل الاولى، علما انه اول 10 من كل ماده رح يتم اختيارهم ضمن فريق علمي وطني لحتى يتم تدريبهم وتاهيلهم من بعد أكيد ليشاركوا بالأولمبيادات العالمية. ودائما الأولمبياد العلمي السوري عم يحقق تميز وإبداع خلال المسيرة العلمية وعم يرفع علم سوريا دائما بالخارج. هي أجواء اليوم التحضيرات. كمان نحن حابين نشوف كيف كانت أجواء امبارح الامتحانات. طبعا أكيد اليوم طلعت النتائج مع الدكتور. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا. امبارح كان ختام الاختبارات، صلحتوا الاسئله، كيف خبرنا كيف كانت المستويات؟ والله المستويات تفاوتت بين الامتحان الاول والامتحان الثاني، الامتحان الاول كان علاماته افضل، امتحان خاصه بماده الكيمياء حضرتك. الكيمياء بحكي على الكيمياء، الامتحان الثاني كان علامات اقل بسبب انه كان جهد وتعب على الطلاب انه حضروا الامتحان الاول والامتحان الثاني، ادى الى تعبهم ويعني وهذا اثر كثير على جهودهم واعطائهم. اليوم المراتب الأولى يلي رح يتم اختيار الطلاب، في من بيناتهم كيمياء؟ في أكيد.
اكيد نتمنى لهم كل التوفيق وشكرا كثير لك دكتور. شكرا يا ريج. الله يعافيك. يعني سلمى عم يحضروا كل الطلاب للحفل يلي اليوم رح يتم بدار الاوبرا الساعه 11، نتمنى لهم كل التوفيق ودائما بالتميز والابداع، اكيد هالعقول يلي عم تصنع مستقبل سوريا. عوده لك سلمى.